السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة كيسونج دوريون. اليوم غادي نشوفوا الوصفة ديال العجين المورق. لهاد الوصفة غادي نحتاجو دقيق خالي من الجلوتين، شوية تاع الملحة، شوية تاع الماء، شوية تاع الزبدة. غادي نعطيكم المقادير من بعد. هنا خديت 200 غرام ديال الدقيق خالي من الجلوتين مع شوية تاع الملحة، كندير عليه شوية تاع الماء حتى كتكون عندي عجينة لينة. العجينة ما خاصهاش تكون قاسحة بحال العجينة ديال العجين المورق العادي، حيت الا خليناها قاسحة غادي تهرس لينا من بعد. ملي كنحصلوا على كره تاع العجين كنغطيوها وكنخليوها ترتاح 15 دقيقه. باش نعرف الكميه تاع الزبده اللي غادي نحتاج كنوزن العجينه وكناخذ نص الوزن ديالها. هنا عندي 370 غرام كنقسمها على جوج كتعطيني 185 غرام ديال الزبده. كنلاحظوا بلي العجينه رطبه والزبده لا، اذا كنخدموها مزيان باش تولي عندها نفس الكثافه ديال العجينه باش سهل علينا نخدموها. خاصنا نخدمو بسرعه باش تبقى الزبده بارده. من بين قواعد العجين المورق اننا دائما كنخدمو في نفس الاتجاه، دائما الفتحه ديال الطويه كتكون على اليسار ولا على اليمين، وكنطويو كذلك في نفس الاتجاه باش يكون عندنا عجين مورق ناجح وتيكون مورق بطريقه متساويه. بالنسبه لطي العجين عندنا جوج طرق. الطي العادي البياج سام خاصنا نديرو منه 6، وبين كل جوج طويات كندوزو العجينه في الثلاجه مده 20 او 30 دقيقه. او الطي المزدوج بياج دوبل اللي كنديرو منه 4، وهنا كذلك بين كل جوج طويات كندوزو العجينه في الثلاجه مده 20 او 30 دقيقه. فهاد الوصفه درت الطي المزدوج. اذا هنايا درت الطويه الاولى، غادي ندير الطويه الثانيه حيت العجينه ديالي باقا بارده، دونك غادي ندير الطويه الثانيه ونخلي العجينه ديالي ترتاح من بعد. واحد الملاحظه، الا لاحظنا باللي العجينه ديالنا سخونه وكتلصق من الاحسن ما نديروش جوج طويات متتابعين، نديرو غير وحده ندوزو العجينه تبرد في الثلاجه عاد نديرو الطويه الاخرى.
ملي كنكونوا كنطويو العجينه خاص الجوانب يكون واحد حدا الاخر وما نخليوش فراغ باش كذلك يكون التوراق متساوي يونيفورم ماشي جهه فيها بزاف تاع طبقات العجينه وجهه لا. إذن هنا درت جوج طويات دوبل دو بلياج دوبل غنخلي العجينه ديالي ترتاح 20 او 30 دقيقه في الثلاجه. من بعد ما ارتاحت العجينه كنخرجها كندير لها الطويه الثالثه ولا قدرت ندير الرابعه كذلك الا ما قدرتش ندير غير الثالثه وندوز العجينه في الثلاجه من بعد ندير الرابعه. منين كنسالي الطويات ديالي كاملين كنخلي العجينه ترتاح على الاقل نص ساعه قبل ما نستعملها. كنطلقوا العجينه بالمدلك كتكون رقيقه كنعطيوها الشكل اللي بغينا على حساب الوصفه اللي بغينا نديرو. كنتمنى هاد الوصفه تكون عجبتكم واستفدتوا منها. ما تردوش الى عندكم شي اقتراح او تعليق ما تنساوش ديروا جيم لا فيديو واشتركوا في القناه ديالي ايسونس دوريون باش يوصلكم الجديد وشكرا.